وهو صغير حتى وصل لمرحلة 22 سنة قالوا لا بنخليه يشارك معانا هذا الموسم. ويعني اللاعبين السوريين اللي تواجدوا على الملاعب الكويتية ما شاء الله عليهم. هذه كرة ملعوبة خطيرة بالجول. اتكلم عن السوريين لفراس الخطيب وجهاد الحسين. الان لاعب شاب صغير 22 سنة هو عمر السومة يسجل اول اهداف المباراة. اول اهداف المباراة في الدقيقة 7. في الدقيقة 7 تمريرة حلوة، شوف من بين المدافعين يطلع على طول ويركنها بالزاوية اليمين. الهدف الأول، هدف أول يأتي للقادسية في الدقيقة 7 للسوري القادم الجديد عمر السومة، وكأن على موعد. أنا أتكلم على مسيرته وعلى وصوله للكويت حتى أن ما خلاني أكمل ليسجل أول أهداف المباراة ويسجد لربه حمدا وشكرا أنه يسجل.